لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، هيئة علماء المسلمين تشارك في منتدى العلماء الذي تنظمه هيئة علماء فلسطين. في صحيفة المدى، 5 أشخاص يتحكمون بمطار النجف ولا يسمحون للدولة بإدارته. في موقع كتابات بغداد، ضبط مدير مصرف ومنظم شيكات متلبسين بجريمة اختلاس. في موقع الجزيرة نت، موجة نزوح بالغوطة والنظام يوسع سيطرته. في صحيفة العربي الجديد، 37 قتيلاً وعشرات الجرحى بقصف للنظام وروسيا على الغوطة الشرقية. في القدس العربي، بدء الانتخابات الرئاسية في روسيا بأقصى شرق البلاد. وفي صحيفة الحياة، ستولتنبرغ يجب على الناتو الاستعداد لعدوانية روسيا. السلام عليكم. لعبة تصعيد الخطر السني فاشلة وممجوجة لتخويف الشارع الشيعي الذي اكتشف الكثير من تزييف الحقائق، وأهمها الربط الوهمي بين التشيع والتبعية لإيران. هكذا يرى الكاتب ماجد السمرائي في مقال له بصحيفة العرب اللندنية، ويضيف أن هناك تصعيداً تعبوياً من قوى الحراك الطائفية تسعى من خلاله إلى تكريس الانقسام مجدداً عبر تسويق نظرية الدعم الأمريكي للسنة في العراق، وهي نظرية لا أسس واقعية لها. كما تعاد نغمة الخطر البعثي على العملية السياسية، حيث تتداول بعض الأوساط السياسية الشيعية تعليقات عن أخبار وهمية بوجود دعم أمريكي للبعثيين لوصولهم إلى الحكم عن طريق البرلمان. ولهذا شددت هيئة المساءلة والعدالة على تدقيق ولاءات الأسماء المرشحة للانتخابات المقبلة. لم يغادر السياسيون السنة وهم مستجدون في مثل هذا النشاط اعتمادهم على مؤسسة العشيرة العراقية، رغم أن تكوينها ليس طائفياً، لكن التيار الطائفي حول العشيرة إلى إطار طائفي سياسي. لكن العشائر السنية لا تمتلك ثقة مطلقة بالسياسيين السنة، وخصوصا بعض المستجدين في المشيخة من الشباب، وترى أنهم يبحثون ويتنازعون فيما بينهم حول مصالحهم الذاتية الخاصة. لعبة تصعيد الخطر السني فاشلة وممجوجة لتخويف الشارع الشيعي الذي اكتشف الكثير من تزييف الحقائق، وأهمها الربط الوهمي بين التشيع والتبعية لإيران، لأن التشيع مركزه عربي عراقي ومن النجف. ويضيف الكاتب، مظاهرات شعبية ومناسبات عدة عبر من خلالها الشارع الشيعي عن وطنيته وعراقيته بوجه إيران، آخرها التظاهرات بقيادة رجال دين شيعة في كربلاء والنجف ومدن جنوبية أخرى، احتجاجاً على اعتقال السلطات الإيرانية للسيد حسين الشيرازي ابن المرجع الكبير من أصل عراقي صادق الشيرازي، حيث كانت التظاهرات المتواصلة مناسبة للتنديد بولاية الفقيه للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وهكذا ما زالت اللعبة الطائفية في العراق قائمة رغم تغطيتها بمشاريع انتخابية مثل الأغلبية السياسية. تعددت التعريفات لمصطلح الزبائنية في علم السياسة، إذ يصفها البعض بأنها عبارة عن علاقات غير متكافئة بين الأحزاب السياسية والناخبين، ويتم تقسيمها إلى الأحزاب والكتل السياسية الذين يطلق عليها الراعي، وبين الناخبين الذي يطلق عليهم العملاء. ويقال أيضا إنها تجعل القضية الوطنية مجرد سلعة يعرضها الراعي ليقبلها العميل، وهي الوعد بالعمل أو تقديم الخدمات والحاجات الأساسية للحياة والتطبيب حتى لو كانت مجرد وعد، الأمر الذي يدفعه إلى سرعة الاستجابة للأوامر ويصل إلى مستوى طاعة الراعي،
لذا فالزبائنية تعتمد على استغلال النفوذ والسلطة من أجل استرضاء واستمالة الناخبين. إنها جريمة انتخابية بحسب ما يصفها الكاتب هادي عزيز علي في صحيفة المدى. الغالب من الأحزاب السياسية لدينا بخاصة ذات الخطاب السياسي الديني وخلال العقد ونصف العقد المنصرم، أي منذ 2003 إلى يومنا هذا، لم نلمس لدى أي منها برامج أو خطط سياسية أو مناهج عمل لمعالجة الأوضاع التي يعانيها العراق. فغياب المنهج والسياسة مع تمرغ الغالب من قيادتها بتهم الفساد بأنواعه والسعي لديمومة البقاء من خلال المحاصصة أشارت بشكل واضح إفلاس تلك الأحزاب فكريا وسياسيا، وأصبحت عبئا ثقيلا على المجتمع والدولة. لكن نزعة البقاء المتأصلة لديها مع ذلك الإفلاس فضلا عن حيازتها للمال والسلاح والسطوة والتسلق على الطائفة تدعوها للبحث عن السبل الكفيلة لإبقائها في مواقعها والاستمكان فيها، مع قناعتها بعدم إمكانية استقطاب الناخب فكريا لخلوها منه. ويكون الأمر لديها والحالة هذه مدعاة للبحث عن سبل أخرى تضمن لهم أصواتا انتخابية أخرى خارج نطاق الإقناع الفكري والسياسي، إذ وجدوا ضالتهم في الزبانية وبأساليب شتى، منها العصف على وتر الطائفية أو تلميع صورة الزعيم أو استغلال حالة الحرمان التي يعيشها المواطن. على مرأم ومسمع الجميع تخرج شخصيات سياسية مع جمع من المواطنين وفي العراء وأمام وسائل الإعلام وأجهزة التصوير، وهم يختارون زبائنهم للانتخابات حاملين مستندات على أساس أنها سندات تمليك للأراضي مقابل شراء الأصوات الانتخابية، ومن دون حياء أو خشية من القانون وسيادته، أو أن يذهب البعض من السياسيين إلى شراء بطاقات الناخبين مقابل طبعا مبالغ معينة، مستغلين حالة العوز عند المواطن كحاجته إلى العمل أو إطعام عائلته أو الخدمات المحروم منها، جاعلين منهم مجرد زبائن للمنفعة بحسب الكاتب. أسئلة مشروعة للكاتب سيار الجميل في مقال له بصحيفة العربية الجديد: لماذا يفرغ العراق من أطيافه الاجتماعية القديمة الجميلة والنادرة؟ لماذا اختلفت الأسباب والموت واحد لأبناء مجتمع يغيب تنوعه وفسيفساء ألوانه يوما بعد آخر؟ لماذا يتم التركيز على عراقيين معينين لقتلهم أو سحقهم دون آخرين؟ لماذا اختفى كل الصابئ المندائيين وهرب أغلب اليزيديين العدويين وذاب كل الكاكائيين والبهائيين؟ لماذا يطاول القتل كل الكلدان والسريان ويلاحق الأرمن والآثوريين وقد شبعوا قتلا وتفجيرا وتعاسى غيرهم من المسلمين؟ إلى متى يبقى ملايين النازحين والمهاجرين واللاجئين خارج مدنهم وديارهم مبعدين؟ إن خططا خفية تطبقها قوى مجرمة وعصابات إرهابية دينية وطائفية لإبادة العراقيين المتنوعين وتشويه المجتمع العراقي تشويها غريبا، فهي تؤمن بالأحادية ولا تسمع للآخرين كونها تكرههم كراهية عمياء، فهي تظلم الناس ظلما جائرا. وتحدى الحكومات العراقية منذ عام 2005 قاطبة أن تكون قد اقتصت من أي مجرم قاتل أو مسؤول فاسد، فهي فاقدة مسؤوليتها في حفظ الأمن وتطبيق العدالة. وليست المشكلة منحصرة بحكومات فاشلة، بل منحصرة أساساً في نظام حكم سياسي محاصصي فاسد يعد مسؤولاً عن وجود طبقة سياسية جائرة أباحت لقوى شريرة من أحزاب وعصابات وميليشيات وجماعات إجرامية وإرهابية لها حركاتها وتسلحها وعبثها وفسادها في كل العراق. وليس لأركان النظام إلا الإدانة والخنوع، علماً أن ما يحصل هو نتاج سياساتهم الخاطئة، وعليهم الاعتراف بالفشل الذريع في حكم العراق، وهم مستمرون على غيهم ونهجهم الذي يبيح للطبقة السياسية الحاكمة احتكار الدولة والسيطرة على أموال الناس وحلالهم وممتلكاتهم. نظام حكم افتقد شرعيته التي خدعوا العالم به كونه نتاج ديمقراطي لصناديق الانتخابات التي كانت مزيفة. ويضيف الكاتب: يبدو للدارس والمؤرخ أن مشروعاً لقتل العراقيين أو خطفهم من أجل تهجيرهم قائم على قدم وساق
في بلاد ضاعت فيها المقادير وتاه عنها الأمن والنظام، وافتقد منها القانون وانغمست في الفوضى والعبثية، واستمر مشروع الاستئصال يتفاقم سنة بعد أخرى منتقلا من مكان إلى آخر في العراق. شريعة الغاب تسيطر إذن على مجتمع العراق بدءا من بغداد وانتقالا باتجاهات شتى. يقال إذا كانت الحكومة فاسدة فهي نتاج لمجتمع فاسد، وإذا كان المجتمع فاسدا يولد حكومة فاسدة. إذن كيف نقف على أصل الفساد؟ هل هو بالمجتمع أو بالحكومة أو في كليهما معا؟ وبذلك نحن أمام الجدلية المعروفة، البيضة من الدجاجة أو الدجاجة من البيضة، وعلى قياسها يصح القول الحكومة الفاسدة من المجتمع الفاسد أو المجتمع الفاسد من الحكومة الفاسدة. ولكن من الصعوبة تغيير الشعوب، أما تغيير الحكومات فإنه يقع تلقائيا عندما تريد الشعوب. هذا ما جاء في مقال للكاتب راجل عوادي في موقع كتابات. إن مصيبة الشعب العراقي أنه لا يتكلم ولا يرى ولا يسمع حتى تجرأ الفاسدون عليه، فهم لا يخشون لا بانتخابات ولا بقانون ولا بتظاهرات، لأن الكتل السياسية ضمنت مكاسبها ومناصبها لسياسيين فاشلين مخضرمين أكل الدهر عليهم وشرب، فإما هم نواب أو وزراء باقون حتى الموت. حتى إن الكتل والأحزاب السياسية بدلا من أن تكشف فسادها رشحت شخصيات فاسدة للانتخابات لغرض حصانتهم من التهم القضائية. فإذا كان السياسيون يتبعون طرقا ملتوية ليجعلوا الناس يعيدوا انتخابهم، فعلى الناس أن يكونوا يقظين ولا يقعوا في هذا الفخ لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. لقد عشنا تجارب الدورات الانتخابية للسنوات السابقة، فكنا نرى أن أكثر قائمة تخسر في الانتخابات هي التي لا تخدع الناس بوعود كاذبة، والتي تحترم القانون وبعيدة عن النفوذ العشائري والحزبي والطائفي. العراقيون جميعهم بين رافض ومتردد للانتخابات، ولكن الانتخابات ستجري وتقبل نتائجها المعروفة سلفا بغض النظر عن نسبة المشاركة فيها. والانتخابات ستجري على أساس قومي ديني، فالشيعي ينتخب الشيعي والسني ينتخب السني والكردي ينتخب الكردي بحسب الكاتب. بغض النظر عما يقال عن تيلرسون داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن نظرة المسؤولين الأتراك عنه كانت إيجابية إلى حد بعيد مقارنة بنظرتهم إلى غيره من مسؤولي الإدارة الأمريكية، أو حتى مقارنة بوزير الخارجية السابق جون كيري، بحسب الكاتب علي حسين باكير في مقال له عن انعكاسات إقالة تيلرسون. أولى ضحايا طرد تيلرسون من وزارة الخارجية واختيار مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية مايك بومبيو بديلاً عنه تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر بين وزيري خارجية البلدين في 19 من الشهر الجاري، وهو الاجتماع الذي كان من المفترض أن يؤكد بشكل نهائي الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في مجموعة العمل المشترك. وبالرغم من المعلومات التي أشارت إلى أن اجتماع اللجان قد تأجل كذلك إلى 21 من الشهر الجاري، إلا أن ذلك لم يطمئن الجانب التركي إلى مصير التفاهمات التي تمت مع تيلرسون. هذا ما يفسر ربما تأكيد المسؤولين الأتراك على أن تفاهما بشأن مدينة منبج في شمالي سوريا قد تم مع واشنطن، وأن الجانب التركي سيمضي قدما في تنفيذ الاتفاق، وهو الموضوع نفسه الذي علقت عليه الخارجية الأمريكية نافية التوصل إلى أي اتفاق نهائي بعد. الجانب التركي قلق من دون شك من التوجهات المحتملة لوزير الخارجية الجديد الذي سيستلم منصبه في غضون شهر من الآن، ولهذا القلق ما يبرره بالتأكيد، وبالرغم من أن بومبيو كان قد خص تركيا بأول زيارة خارجية له بعد تعيينه مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إلا أن ذلك ليس كافيا لطمأنة الجانب التركي الذي بات يعرف نواياه جيدا بحسب ما رآه الكاتب. مع تقدم العملية العسكرية التركية في عفرين بموازاة المفاوضات التركية الأمريكية الجارية بشأن مستقبل شمال سوريا،
ثمة أسئلة كثيرة تطرح عن مستقبل التحالف الأمريكي مع كرد سوريا، لا سيما أن مرحلة ما بعد تحرير الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية عمقت الشكوك في مصداقية الشعارات الأمريكية بشأن الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرقي سوريا، والاستمرار في دعم الكرد بالسلاح والمدربين والمستشارين العسكريين في ظل تسارع الأحداث وتعدد اللاعبين الإقليميين والدوليين الباحثين عن النفوذ والدور في سوريا، بحسب ما يرى الكاتب خورشيد دلي في مقال في موقع الجزيرة نت. ورغم كل المحاولات الأمريكية لإدارة أزمة العلاقة بين الحليفين التركي والكردي، فإنها عجزت عن احتواء الصدام بينهما مع بدء تركيا عملية عفرين العسكرية، والحديث عن أنها ستتسع إلى منبج ثم مناطق شرقي الفرات وصولاً إلى الحدود العراقية. وقد أدى هذا التطور الميداني إلى نقل العلاقة بين الأطراف الثلاثة إلى مرحلة جديدة يبدو فيها أن الولايات المتحدة تتجه إلى بناء تفاهمات مع تركيا بخصوص الشمال السوري على حساب حليفها الكردي. ثم من يرى أن الولايات المتحدة بعد معركة الرقة افتقدت المصداقية الأخلاقية في شعارها القاضي بمحاربة داعش، على اعتبار أن التنظيم تعرض لهزيمة عسكرية في سوريا والعراق، وأن دعمها المتواصل للكرد بالسلاح والمعدات الحربية لم تعد له علاقة بمحاربة التنظيم بقدر ما له علاقة بالاستراتيجية الأمريكية تجاه سوريا والمنطقة ككل. ربما كانت جملة الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية عقب معركة الرقة وضعتها في مواجهة معقدة مع كل من تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، إذ رأت هذه الأطراف أن الهدف الأمريكي من قرار إنشاء قوة حدودية مؤلفة من 30,000 عنصر هو تقسيم سوريا وإقامة كيان كردي. من دون شك فإن التحالف الأمريكي مع كرد سوريا دخل مرحلة جديدة يمكن وصفها بالاختبار الصعب، وسيتحدد مستقبل هذا التحالف في ضوء نتائج الحوار الأمريكي التركي الجاري بخصوص شمال سوريا. ولكن ما لا يدركه الكرد هو أن الحسابات الأمريكية في العلاقة مع تركيا تتجاوز الأزمة السورية نفسها إلى موقع تركيا في الصراع الروسي الأمريكي. أطلقت شركة فيت بيت الأمريكية التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها سواراً إلكترونياً ذكياً يوضع في أيدي الأطفال، وذلك لمراقبة صحتهم والحفاظ عليها. ويعمل سوار اللياقة البدنية للأطفال على مراقبة أوضاعهم الصحية وإرسال التنبيهات المبكرة للأهل بشأن الحالة الصحية لأطفالهم، بينما يتميز السوار بخصوصيات توجيهية تساعد على نمو جسدي سليم للأطفال من سن 8 أعوام فما فوق. ويحفز السوار الذكي النشاط البدني للأطفال بتذكيرهم بضرورة القيام ب 250 خطوة كل ساعة، وتنتقل البيانات الحركية مباشرة إلى الهواتف الأهل الذكية لتسهيل عملية المراقبة الصحية. مع خبر آخر حول الأطفال أيضاً، إذ قال أستاذ علوم السموم في الجامعة الأردنية الدكتور عبد القادر البطاح إن المواد التي تستخدم في صناعة مادة السلايم بعضها سام إذا استخدم بتركيزات عالية. وأضاف الدكتور في حديث نشره موقع الجزيرة أن هذه المواد إذا استخدمت بكمية بسيطة جداً وفقط للعب باستعمال الأيدي فقط ولم تؤكل فعندها لا تكون سامة، ولكن إن حضرت السلايم محلياً باستخدام تركيزات كبيرة حضرت من هذه المواد السابقة ودخلت الجسم عن طريق الجلد أو الأكل أو حتى الاستنشاق فإنها ستؤدي إلى أضرار. فمثلاً مادة البوريك أسيد بكميات كبيرة قد تؤدي إلى حروق من الدرجتين الأولى والثانية في الجلد لدى الطفل، أما إذا دخلت الفم فقد تؤدي إلى نزيف في الأمعاء. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
إلى اللقاء.